حتى لما شرى المسدس كانت بنته معاه بالمحل وقال لها راح أقتل خطيبك بهالمسدس وقالها بضحك. رجل اللوبستر على فكرة ترى حقير ما يكسر الخاطر، وقصته بدت بيوم ولادته في سنة 1937 حيث ولد الابن غرادي ستايلز في حالة وراثية نادرة تسمى انعدام الأصابع، وهو مرض وراثي بحيث تكون الأصابع ملتصقة بشكل يشابه أطراف سرطان البحر. بالإضافة إلى حالة الأصابع كانت أيضا أقدام غرادي ستايلز غير صالحة للمشي وبها تقوس وإعاقة شديدة. ومن قبل كان والد غرادي ستايلز يعمل بأحد الكرنفالات عمل جانبي غير مهم، لأن الهدف كان إظهاره كشخص غريب لأن عنده نفس الإعاقة اللي باليد واللي ورثها منه ابن غرادي. لكن بعمر 7 سنوات فقط تم وضع غرادي ستايلز على خشبة المسرح بهذا الكرنفال ليكون عنصر أساسي من العرض. وطبعا العرض نقصد فيه وضعه على المسرح وعمل بعض الحركات علشان يضحك الناس ويتقاضى بالمقابل فلوس، بالعربي استغلال إعاقته بشكل غير إنساني. لذلك كان معروف بشكل كبير ويطلق عليه اسم لوبستر بوي، وعقب ما كبر أطلقوا عليه اسم لوبستر مان. فنشأ غرادي في دائرة من التنمر والإساءة منذ الصغر بشكل رهيب، بحيث يحصل على المال مقابل أن الناس يشوفونه ويضحكون على حركاته وإعاقته. طبعاً أكيد غرادي كان يتمنى أنه يكون إنسان طبيعي مثل باقي الناس ولا يهان بهالطريقة للحصول على المال. ولأن الجزء السفلي من غرادي لا يعمل، يعني ما عنده أقدام، فكان يستخدم قوة الذراعين للتحرك والمشي، لذلك كان يمتلك قوة جسدية كبيرة محترمة، مو مجسم بس كان عرض مثل ما يقولون يثل. فكان يتحرك بطريقة مرنة جدا بدون الكرسي المتحرك، ويلف ويرجع ويتحرك بصورة ملفتة للنظر. ويقول لك كان عليه قبضة قوية برغم التصاق أصابعه، حتى أنه كان يستخدم البندقية أو المسدس بتمكن تام. تزوج غرادي زوجته الأولى اللي هي ماري تيريزا، واللي أنجبت له طفلين، اثنينهم نفس الحالة وعندهم نفس الإعاقة. ولأن غرادي كان مدمن على الكحول فكان سادي كذلك، ويستمتع بتعذيب كل من يقابله جسديا وعاطفيا وخاصة المقربين منه. فكان يعامل زوجته ماري تيريزا مثل حقيبة الملاكمة الشخصية، حاطها وبوكسات فيها ليل نهار. تعرفون كيس الملاكمة هذا اللي فيه تراب؟ بالضبط. حتى أنه في وقت من الأوقات أجبر عياله أنه يشوفونه وهو يقتل الأرنب اللي كانوا يربونه ويحبونه. يعني أرنب عندك بالبيت كذي يربون عيالك ويحبونه، أخذه وذبحه؟ لا، وغصبا عليكم تشوفون. لكن ها، شلون كان يقتله؟ عن طريق إطعامه لثعبان، يعني يتلذذ بالإجرام. وفي حادثة مروعة وصل الأمر فيه أنه استخدم إيده لتمزيق جهاز منع الحمل الموجود في جسم زوجته. تم استدعاء الشرطة لمنزل غرادي مرات لا تحصى، وكل ما وصلت الشرطة يتمسكن ويصير فقير بلا حول ولا قوة، ويزحف ويتظاهر بالعجز بطريقة تخلي الشرطة يمشون ولا يسوون له شيء. فالشرطي بكل مرة ينكسر قلبه ويحل الموضوع ودي ويمشي. بعدها قرر غرادي تطليق زوجته. إيه غلطانة، ليش تشتكي عليه؟ ما سوى شيء. وتخيله وحضر كل إجراءات الطلاق وسواها بدون معرفتها، بما فيهم حضانة الأطفال، خدع القضاء وزيف الحقائق. طبعا ما اكتفى المجرم بنزع الأطفال من حضن أمهم، خذاهم وانتقل من ولايته إلى ولاية أخرى، وهناك التقى بامرأة تدعى باربرا، تزوجها وأنجب منها طفل. ولد هذا الطفل بنفس صفات العائلة أيضا وفيه نفس الإعاقة. وباربرا هذه لم تسلم أيضا من التعرض للضرب والإساءة. يقال إن هذه المرأة المسكينة كانت كل يوم تشاهد بكدمة جديدة، يعني يا عيونها زرقة من بوكس أو خدها أحمر من كف، أو ما تقدر تمشي عدل من الطق اللي كان يحوشها بالبيت. ولكن يقال أن الأذى النفسي اللي كان يسببه لزوجته أقسى وأقوى من الأذى الجسدي، يعني كان يلعب بنفسيتها. يعني كان مثلا يغسل الحلق الخاص فيها بالمرحاض عزكم الله، وكان يقول لها وينه، وهي بكل جنون كانت تدور وتطلع الحلق مالها ومجوهراتها الثمينة، وكان قاعد وميت من الضحك. وهالأمر مو بس مرة واحدة كان يسويه، كان يسويه بتكرار وبشكل دايم.
يعني الرجل تخصص نرفزة ورفع الضغط. وفي سنة 1978 التقت ابنة جرادي الكبيرة بشاب عمره 18 سنة وحبته، وكان عمرها بذاك الوقت 15 سنة. وبسبب يأسها الكبير وتبي أي طريقة تطلع فيها من بيت أبوها، قررت إهي والشاب إنه يتزوجون، وكلمت أبوها إنها بتكون عائلة وبتتزوج هذا الشاب. وفعلا تقدم هذا الشاب لها عند أبوها جرادي، وكان أبوها جدا منزعج ومو حاب هالولد ومو داش بمزاجه، فرفض بالبداية، إلا إن بنته قالت له لو ما تزوجت راح نحاش معاه وتزوجه غصب عليك. فوافق هني جرادي وهو مغصوب بهالأمر. انتوا على بالكم بس خلاص وافقوا بهالسهولة وراح يمشي الشيء عادي؟ المهم بدأ التجهيز للزفاف بشكل طبيعي، تدرون عاد حوسة الزواج والتجهيزات والوقت اللي ياخذه التجهيز. وقبل يوم من الزفاف كان الشاب واقف مع البنت خارج المنزل، وكان جرادي اللي هو الأب معهم. فقال الأب استهزاء للشاب اللي بيتزوج بنته، أعتقد خلاص حصلت عليها. فرد عليه الشاب وقال له أنا قايل لك أني راح أحصل عليها، قالها بطريقة التحدي. هنا أخرج جرادي المسدس وأطلق النار على الشاب في ظهره عدة طلقات، فتوفى مباشرة بين ذراعي خطيبته. أوف 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 أوف. أبناء جرادي يقولون إنه مستحيل كان يوافق بهالسهولة، وهم مستغربين إنه وافق. أثار الرجل مخطط وساكت وناطر اللحظة المناسبة للتنفيذ. تقول بنته اللي كانت بتتزوج إن أبوها كان غالباً يضحك معها ويقول لها إنه راح يقتل خطيبها. حتى لما شرى المسدس كانت بنته معاه بالمحل وقال لها راح أقتل خطيبك بهالمسدس، وقالها بضحك، وهذا بالضبط ما فعله. أدين جرادي بتهمة القتل وحكم عليه بالسجن 15 سنة، ولكن مرة أخرى استغل إعاقته وطبعا ضاعف التمسكن والضعف وقلة الحيلة، وهو من قبل كذي يتمسكن لما يتمكن. وفعلا قررت الدولة في ذاك الوقت أنها غير قادرة وغير مجهزة لرعاية رجل بهذه الحالة الصحية، فتم الإفراج عنه ووضعه تحت المراقبة، يعني رجع بيتهم. وبعد فترة ترك زوجته الثانية باربرا وقلل من الشرب، وأقنع زوجته الأولى تيريزا أنه تغير وبيرجع يتزوجها. وافقت تيريزا أنها ترجع له مرة ثانية مقرودة. وفعلا بعد وقت قصير رجع جرادي لعادته القديمة، ولكن بطريقة أسوأ من السابق، لأن ما في شيء أخطر من شخص أفلت من تهمة القتل بدم بارد. فرجع بنفس ممارساته وأسوأ، وكان هذه المرة دائما يقوم بخنق زوجته تيريزا، ويقال إن كذا مرة حاول ينحرها. وفي نوفمبر سنة 1992 تعرضت تيريزا لهجوم من جرادي، وكان سكران وقام برميها على الأرض وخنقها لتموت، ولكن لحسن الحظ سمع ابنه من زوجته الثانية باربرا الضجة ودخل وخلصها وتمكن من إخراجه عن تيريزا. وفي هاللحظة قررت تيريزا إنهاء الموضوع وإن الأمر لا يمكن أن يتكرر، بس وصلت حدها، فقامت بالاتفاق هي وأبنائها مع شخص اسمه كريس لقتل جرادي، وعطوه 1500 دولار مقابل العملية. وفي 29 نوفمبر 1992 دخل كريس المنزل وأطلق النار على جرادي أكثر من مرة على رأسه، بينما كان جرادي يشاهد التلفزيون. طبعا الشرطة حلت هذا اللغز بسرعة، وتم اتهام كريس وتيريزا والابن بقتل جرادي اللي هو اللوبسترمان. وقالت تيريزا للقاضي ان العملية اللي تمت هي دفاع عن النفس، لاني ما كنت شاكة انه راح يقتلنا في يوم من الايام على الفعايل اللي قاعد يسويها. وكل معارف الاسرة اتفقوا على هالشيء وان القتل مبرر، لانهم يعرفون جرادي المجرم وشنو كان يسوي بزوجته وعياله. القاتل كريس انحكم بالسجن 27 سنة والولد 25 سنة، أما الزوجة تيريزا فحكم عليها 12 سنة وأطلق سراحها في سنة 2000. بالنهاية صدق من قال أن المظاهر خداعة، فيها الخير وفيها الشر وفيها ما لن تستطيع سماعه، ففي داخل كل بيت أسرار، ظاهرها أحيانا بارد وباطنها من نار، تروى قصصهم بعد سنوات أو بعد ساعة، موثقة لنا بالصور ومعروضة كأي حكاية
أو بضاعة